دعونا نحل بعض المسائل الكلامية. هذه تقول أن نادية في البيت وبيتر في المدرسة التي تبعد عن البيت 6 أميال. دعوني أرسم مخطط صغير هنا. إذا نادية هناك وبيتر هناك وهم على بعد 6 أميال من بعضهما. إذا هذه هي المسافة بين البيت والمدرسة وهي 6 أميال. 6 أميال. بدأوا بالانتقال باتجاه بعضهما البعض بنفس الوقت، بالتالي كلاهما تحرك بنفس الوقت وهم يتحركون باتجاه بعضهما البعض. نادية تمشي بسرعة 3.5 ميل في الساعة، إذا هي تمشي بسرعة 3.5 ميل. دعوني أعيد كتابتها. 3.5 ميل لكل ساعة في ذلك الاتجاه. وبيتر يمشي متزلجا بسرعة 6 ميل للساعة في ذلك الاتجاه. إذا بيتر يمشي بهذا الاتجاه بسرعة 6 ميل للساعة. متى سوف يلتقيان؟ وكم بعد مكان التقائهما من البيت؟ إذا لنقل أن مكان التقائهما هو لا أعلم، سوف يكون أقرب إلى البيت لأن هذا الشخص يسير بسرعة أكبر، بيتر يمشي بسرعة أكبر. إذا لنقل أن إكس، نفرض أن إكس هي المسافة من البيت حيث يلتقيان، distance from home. بالتالي هذه المسافة هنا سوف تكون x. ثم ماذا ستكون هذه المسافة؟ حسنا، إذا كانت تلك x وكل هذا الشيء 6 أميال، بالتالي هذه المسافة هناك سوف تكون 6 ناقص x. إذا نادية سوف تمشي x من الأميال وبيتر سوف يمشي 6 ناقص x من الأميال، وسوف يمشيان بنفس الكمية من الزمن. تذكر أن كلاهما يتحرك عند الوقت 0 وبعد t من الوقت سوف يلتقيان هناك. إذا كلاهما سوف يحتاج لنفس الكمية من الزمن. إذا معادلة نادية فقط، لنتذكر أن المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن، سوف نستخدم ذلك لكلاهما. وفي حالة نادية المسافة التي تقطعها هي x، x سوف تساوي سرعتها وهي 3.5 ميل للساعة ضرب t وهو الزمن الذي تقطعه. ثم معادلة بيتر سوف تكون عبارة عن مسافته. حسنا، هو يقطع مسافة 6 ناقص x من الأميال، بالتالي ستكون 6 ناقص x وسوف تساوي سرعته وهي 6 ميل في الساعة ضرب الزمن الذي قطعه. حسنا، هو أيضا يمشي t من الساعات، بالتالي ضرب t. إذا لدينا معادلتين بمجهولين وبالتالي نستطيع إيجادهما، ونحن قد وجدنا حل x هنا. إذا دعونا نعوض هذا مكان x هناك، بالتالي يمكننا أن نعيد كتابة هذه المعادلة على شكل 6 ناقص، وبدلا من x يمكن أن نعوض 3.5t. 6 ناقص 3.5t، نعلم أن x تساوي 3.5t وتساوي 6t. والآن لنرى إذا أضفنا لطرفي هذه المعادلة 3.5t نحصل على 6 تساوي 3.5t زائد 6t يساوي 9.5t. وإذا قسمنا الطرفين على 9.5 على 9.5 نحصل على t تساوي 6 على 9.5 ساعة، وهو رقم غريب نوعا ما، لكن 9.5 يمكننا أن نعيد كتابة ذلك. هو ذلك هو نفس الشيء مثل 6 على، لنرى 9.5 ذلك نفس الشيء كما 19 على 2 صحيح، حيث أنك إذا قسمت ذلك 19 على 2 سوف تحصل على 9.5، بالتالي هذه تساوي 6 ضرب 2 على 19 وهي تساوي 12 على 19 من الساعة. ذلك هو الزمن الذي يأخذانه حتى يلتقيان. ثم إذا سألت السؤال على بعد كم من البيت سوف يلتقيان،
إذا أردت أن تجد قيمة x فإن x سوف تساوي x سوف تساوي 3.5. في الواقع بدلا من أن أكتب 3.5 يمكنني أن أكتب 3.5 على شكل 7/2، 7/2، وهذه هي نفسها 3.5. ضرب الزمن، ضرب 12/19، ضرب 12/19، إذا نقسم البسط والمقام على 2 ونحصل على 7/6، وهي 42/19 ميل، وهذه هنا ستكون بالساعات hours. إذا خلال 12/19 من الساعات يبدو كسر غريب، سوف يلتقيان بالضبط على بعد 42/19 ميل من البيت، بالتالي أكثر قليلا من 2 ميل عن البيت. المسألة التالية: اشترى بيتر عدد من دفاتر الملاحظات بسعر 2.25% دولار من متجر، واشترى عدد آخر من دفاتر الملاحظات بسعر 2 دولار لكل منهم من متجر آخر، ولقد صرف نفس الكمية من النقود في كلا المكانين، وقد اشترى ما مجموعه 17 دفتر ملاحظات، كم دفتر ملاحظات اشترى من كل متجر؟ دعونا إذن نعرف بعض المتغيرات لنجعل S تساوي عدد الدفاتر المشترى من المتجر الأول، العدد المشترى من المتجر الأول، ثم يمكننا أن نقول أن R هي عدد الدفاتر المشترى من المتجر الثاني، إذن عدد الدفاتر المشترى من المتجر الثاني. إذن ماذا نعلم من هنا؟ ماذا نعلم؟ إذن هو اشترى ما مجموعه 17 دفتر ملاحظات، دعوني أعمل ذلك بلون مختلف، لقد اشترى ما مجموعه 17 دفتر ملاحظات. إذن ذلك يخبرنا أن S زائد R يساوي 17، ونحن نعلم أيضا أنه قد صرف نفس الكمية من النقود في كلا المتجرين. إذن كم صرف في المتجر الثاني؟ دعوني أعمل ذلك، صرف نفس الكمية من النقود في كلا المتجرين. إذن كم صرف في المتجر الأول؟ لقد اشترى S من دفاتر الملاحظات بسعر 2.25% دولار لكل منهم. إذن 2.25%، دعوني أكتبها بهذه الطريقة، 2.25% S، هذا ما صرفه في المتجر الأول، ما صرفه في المتجر الأول، ذلك سوف يساوي ما صرفه في المتجر الثاني، ذلك سوف يساوي أنه دفع 2 دولار لكل دفتر في المتجر الثاني، دفع 2 دولار لكل دفتر، إذن 2 دولار ضرب عدد الدفاتر من المتجر الثاني، هذا ما صرفه في المتجر الثاني، المتجر الثاني. مرة أخرى معادلتين بمجهولين، يمكننا عمل القليل من التعويض، ربما يمكننا، إذن ما هي أفضل طريقة للتعويض هنا؟ حسنا، لنقسم طرفي هذه المعادلة على 2 هنا، بالتالي لديك، سوف أعيد كتابة 2.25%، حسنا سوف أقسم فقط، سأفعلها هكذا، إذن لديك R، إذا قسمت طرفي هذا على 2 لديك 2.25% على 2 ضرب S يساوي R، صحيح، فقط قمت بقسمة الطرفين هنا على 2، بالتالي إذا أخذت هذه القيمة ثم عوضتها مكان R، هناك، فإن هذه المعادلة تصبح S زائد بدلا من R، لدينا 2.25% على 2 ضرب S تساوي 17. دعونا فقط نبسطها أكثر،
حيث هذا واحد يمكننا تصوره كأنه 2 على 2 ضرب S صحيح، المعامل هنا هو فقط واحد، إذن يمكننا تصور هذا كأنه لدينا مقام مشترك، هذا نفس الشيء كما 4.25% على 2 ضرب S يساوي 17. إذن أنا أحاول تجنب القيام بحسابات معقدة حتى الآن. دعوني أضرب كلا الطرفين ضرب المعكوس، 2 على 4.25%، إنه غريب قليلا أن نرى عبارة ما تحتوي على كسر وعدد عشري، ولكن ذلك مشروع. دعونا نضرب كلاهما ضرب 2 على 4.25%، هذان يحذفان، بالتالي تحصل على S تساوي 17 ضرب 2 تساوي 34 على 4.25%، وفي الواقع يمكنني أن أتعامل مع ذلك، ذلك يبدو أنه يساوي 8 صحيح، حيث أن 4.25% تساوي 4.25، وهي نفسها 17 على 4، بالتالي هذا نفسه 34 على 17 على 4، ويساوي 34 ضرب 4 على 17. ضع واحد هناك، اقسم على 17 تحصل على 2، اقسم على 17 تحصل على 1، واثنان ضرب 4 يساوي 8، بالتالي هو اشترى 8 دفاتر ملاحظات من المتجر الأول، هذه 8، ثم في المتجر الثاني قام بشراء، حسناً، 8 زائد R تساوي 17، اطرح 8 من كلا الطرفين، يكون قد اشترى 9 دفاتر ملاحظات من المتجر الثاني. دعونا نأخذ مسألة أخرى، هذه المسألة خاصة تبدو مسلية. بيتر يقف في الخارج وينظر إلى الأحصنة والدجاج في الحظيرة، ونادية في الداخل ولا تستطيع أن ترى الحيوانات. بيتر قام بإعطائها أحشية، أخبرها أنه يعد 13 رأس و36 رجل، كم عدد الأحصنة والدجاج في الحظيرة؟ دعونا مرة أخرى نعرف بعض المتغيرات، P تساوي عدد الأحصنة، ولنجعل C تساوي عدد الدجاجات، إذن عدد الرؤوس بالضرورة سوف يكون عدد الأحصنة والدجاجات على فرض أن لكل منها رأس واحد، إذن عدد الأحصنة زائد عدد الدجاجات سوف يساوي عدد الرؤوس، إذن ذلك هو هنا، ذلك هو 13 رأس، ثم 4 ضرب عدد الأحصنة صحيح، كل حصان لديه 4 أرجل، بالتالي 4 ضرب عدد الأحصنة زائد 2 ضرب عدد الدجاجات، على فرض أن الدجاجة لها رجلين 2، سوف يساوي عدد الأرجل، يساوي عدد الأرجل يساوي 36. إذن مرة أخرى لدينا معادلتين بمجهولين، وبدلا من حلها بالتعويض سوف أقوم بذلك من خلال جمع وطرح المعادلتين، بالتالي ما يمكننا عمله هو أن نضرب هذه المعادلة ضرب 2، وعندما أقول نضربها باثنان علينا أن نضرب كل المعادلة ضرب 2، وبالتالي تبقى صحيحة، إذا نضرب كل المعادلة ضرب 2، هذه تصبح 2P زائد 2C يساوي 26، والآن ما سوف أعمله هو أنني سأطرح هذه المعادلة من تلك المعادلة، وهو ما يمكنك عمله لأن ذلك يساوي ذلك وذلك يساوي ذلك، بالتالي لا نعمل أي شيء ينتهك قوانين الجبر، وإذا قمت بطرح المعادلة بالأسفل من المعادلة بالأعلى أو فقط يمكنني أن أضع إشارة سالب في كل مكان هنا حتى تعرف أننا نطرح، 4P ناقص 2P يساوي 2P، 2C ناقص 2C يساوي 0، ولذلك أنا فعلت هذا حتى يتم حذفهما، ثم 36 ناقص 26 يساوي 10، بالتالي لدينا 2P يساوي 10، نقسم الطرفين على 2، لدينا 5 أحصنة، ثم 5 زائد عدد الدجاجات يساوي 13،
بالتالي يجب أن يكون لدينا نطرح خمسة من الطرفين ثمانية دجاجات. الآن إذا كان هذا يربكك يمكنك أن تجرب التعويض، لكن لديك الكثير من الفيديوهات حول حل أنظمة المعادلات حيث أسير فيها ببطء وأشرح منطقها بشكل مفصل أكثر. إذا استخدم ما يناسبك أكثر، لكن في كلا الطريقتين يجب أن تقوم نادية بالوصول إلى خمس أحصنة وثمانية دجاجات، ويجب أن يكون صحيح. لديك 13 حيوان، لديك 13 رأس، وإذا ضربت 5 ضرب 4 هذا يساوي 20 رجل زائد 16 رجل دجاجة، و 20 زائد 16 يساوي ما مجموعه 36 رجل.